اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من برنامج صحافه الاسبوع، معي انا عبد الله مخبر. والبداية من صحيفة الأيام، حيث قالت في خبر خاص إن الرئيس عبد رب منصور هادي صادق هذا الأسبوع على حكم الإعدام بحق مغتصبي وقاتلي طفل البساتين محمد سعد أحمد مسعود البارودي. وفي تصريح للأيام قال النائب الدكتور علي الأعوج أن النيابة العامة سلمت المصادقة من الرئيس هادي وحولتها إلى النيابة الجزائية المتخصصة لاستكمال إجراءات التنفيذ، وتوقع الأعوج أن يتم تنفيذ الحكم خلال الأسبوع المقبل. وذكرت الصحيفة في وقت آخر أن شابين اغتصبا الطفل محمد البارودي البالغ من العمر 12 عاما في منطقة البساتين بمديرية دار سعد، ثم قتلا وقطعا جثته بمساعدة امرأة هي أم أحد الجناة وبتستر من زوجها. قالت غرفة الأخبار في صحيفة الأيام أن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر قال إن جميع المنظمات العالمية تتجاهل ميناء عدن لإنقاذ ميناء الحديدة. وأضاف آل جابر في حوار مع شبكة إيرنا الإنسانية إنهم يرغبون في إنقاذ الحديدة، فهم يخافون ذكر ميناء عدن والقول بأنه ميناء جيد، فهم يخشون من أن يهاجم شخص ما ميناء الحديدة، مشيرا إلى أن عدن هي أكبر ميناء ويمكن أن تتلقى ملايين الأطنان من أنواع مختلفة من المواد الغذائية أو الشحنات التجارية. وكشف السفير السعودي عن صفقة عقدتها أمريكا مع المملكة لتجنيب الهجوم العسكري من أجل تحرير الحديدة، وألمح إلى أن الأمريكيين سيؤذون السعودية إن حسمت أمر المدينة والميناء عسكريا. نشر صحيفة الأيام مقالا للكاتب عبود الشعبي تحت عنوان الجنوب سجل مكانك. وقال الكاتب في المقال: نحن في الجنوب شعب القناعة، ما عرفنا ثقافة الفيد، يكفي أحدنا راتبه، لم نتعلم الحرص على الدنيا ولا السباق لجمع المال، لكن لا نقبل بالضيم علينا ولا لغيرنا. وتابع الكاتب: لقد كان صالح يدرك عندما لاذ بعدن عام 90 يبحث عن الوحدة مع الجنوب والفوز بفخر الإنجاز، أن قبائل صنعاء لا عهد لهم، فقد تركوه في الرابع من ديسمبر يلقى مصيره وحده بلا ظهير ولا نصير إلا من ابن شبوة الأصيل عارف الزوكة، بغض النظر عن موقفه السياسي الذي ثبت إلى جانبه في أسوأ وأحلك أيام الرئيس الراحل. وناشد الكاتب كومارد قائلا: لقد ذهبنا يا كومارد إلى الوحدة في عام 90 بقلوب مشتاقة، بينما أقبل عليها نظام صنعاء لاستدراجنا إلى جيبه، على أننا شيوعيون الكفرة الذين نستحق السلب والنهب، وكون جنوبنا مغنما وعدن البوابة الخلفية لباب اليمن. وقال الكاتب أيضا: ثم سجل يا تاريخ أن هذا الجنوب المستباح مرتين من الشمال يزج بأغلى رجاله في جبال صعدة ورمال الساحل الغربي لإنقاذ هذا الشمال من شرذمة قليلة التقمته من الطرف إلى الطرف في بضع أيام. واختتم الكاتب المقال: هذا الجنوب بعد أن تم تحرير أرضه من رجس أتباع إيران في زمن قياسي ذهب مجددا يقيل عثرات الشمال في البقع وبلاد الساحل الغربي ولا فخر، فأيهما الوطن؟ وفي موقع الأمناء نت، حيث نشر خبر بعنوان مباحثات يمنية ألمانية لرفع التجميد عن حسابات البنك المركزية، وقال الموقع أن حسين القعيطي وكيل قطاع العمليات المصرفية الخارجية قال أنه تم التأكيد على أهمية رفع التجميد عن هذه الحسابات لأن البنوك الألمانية كانت البنوك الرئيسية للبنك المركزي اليمني وللجهاز المصرفي اليمني في سداد جميع الالتزامات الحكومية وللقطاع الخاص بعملة اليورو. ونوه أن رفع التجميد عن هذه الحسابات سيمكن البنك المركزي من استخدام هذه الحسابات في دفع التزاماته باليورو، إضافة إلى تعزيز التعاون بين البنوك الألمانية واليمنية
من جهتها رحبت السفيرة الألمانية بالجهود المبذولة لرفع التجميد عن حسابات البنك المركزي، لافتة إلى أنها تخاطبت مع البنوك الألمانية في هذا الاتجاه وأنها في انتظار الرد منهم. وتم خلال اللقاء عرض إجراءات منح الاعتمادات المستندية لتمويل الاستيراد من السلع الغذائية الأساسية وما تم سحبه من الوديعة السعودية حتى الآن. وإلى صحيفة الشرق الأوسط، حيث تناولت خبر بعنوان اليمن يحذر من تملص الانقلابيين ويستغرب تصريحات أممية مبهمة. وجاء في الخبر أن الخارجية اليمنية حذرت من أن تمادي جماعة الحوثي بالتملص من تنفيذ اتفاق الحديدة ورفض فتح الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية وقصف مطاحن البحر الأحمر ورفض تسيير القافلة الإغاثية، أمر لا ينبغي تجاهله من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن. وأدانت وزارة الخارجية اليمنية بأشد العبارات إقدام ميليشيات الحوثي الانقلابية على قصف مطاحن البحر الأحمر بقذائف الهاون، ما أدى إلى نشوب حريق في الصوامع وإتلاف أطنان من القمح المخصص لمساعدة الشعب اليمني. وقالت الصحيفة أن الخارجية اليمنية تستغرب استمرار التصريحات المبهمة وغير الواضحة لمسؤولي الأمم المتحدة، فمثل هذه اللغة غير واضحة لممثلي الأمم المتحدة فهي تزيد من تعنت الحوثيين. وفي وكالة الأنباء العالمية رويترز ذكرت في موقعها الإلكتروني أن فريق إزالة ألغام تعرض لهجوم أثناء محاولته تطهير مدخل لصوامع الحبوب في مدينة الحديدة والتي تمثل شريان حياة لملايين يواجهون الموت جوعاً. وأضافت رويترز أن طرفي الصراع في اليمن تبادلا الاتهامات بشأن فتح النار على الفريق، وقالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إن الحوثيين هم من أطلقوا النار على فريق تدعمه الأمم المتحدة يحاول الوصول إلى المطاحن، ولم يتسنى على الفور الحصول على تعليق من الأمم المتحدة. وقال برنامج الأغذية العالمي إنه على علم بالتقارير لكنه رفض التعليق بأكثر من ذلك. وإلى صحيفة البيان الإماراتية، حيث قالت أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دشنت مشروع منظومة طاقة شمسية متكاملة يستفيد منها 230 منزل في قريتي غليفقة والطائف التابعتين لمحافظة الحديدة. وأضافت الصحيفة أن مدير الشؤون الإنسانية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن أكد أن المشروع سيسهم في التخفيف من معاناة أهالي القريتين، مشيرا إلى أن المنظومة تتكون من لوحين بطارية ولمبات ومحول كهربائي وثلاجة ومروحتين لكل منزل من المنازل المستفيدة. وقالت الصحيفة أن أهالي قريتي غليفقة والطائف استقبلوا تدشين مشروع منظومة الطاقة الشمسية بفرح عارم، معبرين عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وللهلال الأحمر الإماراتي على توفير خدمة الكهرباء لهم مع معداتها وأدواتها مجانا بعد أن حرموا منها لعقود من الزمن، مشيدين بالدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لأبناء الساحل الغربي ولعامة أبناء الشعب اليمني. وفي موقع المملكة الإلكترونية، حيث ذكر أن السلطات السعودية نفذت حكم الإعدام بحق 4 يمنيين أدينوا بقتل باكستاني بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها. وتابع الموقع أن البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية قال أن اليمنيين 4 أقدموا على قتل حارس باكستاني الجنسية يعمل في مقر إحدى الشركات وسرقت ما بحوزته. وأضاف البيان أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في مدينة مكة المكرمة. وإلى كاريكاتير هذا الأسبوع من صحيفة البيان الإماراتية، والذي يعبر عن خروقات العصابات الحوثية.
بهذا الكاريكاتير من صحيفة البيان الإماراتية مشاهدين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صحافة الأسبوع. لقاؤنا يتجدد إن شاء الله الأسبوع المقبل. حتى الملتقى، إلى اللقاء.